إذا رأيت ولدك يطلع في نهار رمضان فاعلم أن السالفة مشكوك فيها، تتبعيه وتجسسي عليه، ولكن إذا كشفك ففعلي كالتالي: دوسي بالسيخ الغالية. ادخلي على المكان مشبوه يمين يسار، اركضي، اعطينا حركة الفراولة المستديرة، اعطيها القحمة، ادخلي بصلب الموضوع، دوري على التارجت. اولادش وين؟ هم في خطر. اول ما تشوفيهم لا تضربيهم، نازعيهم، بعدين ابدئي بالضرب الخفيف، بعدها اشربي شوية لانش عطشانة، بعدها اللهم اني صايمة، بعدها اشربي مرة ثانية، وبعدها اعطيها الرفشة الفولاذية، وبعدها طلع غضب الغوريلا. A lot of young people in America, they get their money from delivering newspapers. اللي بعدك. ولك عمو عمو ممكن تيام من وقتك. ولك عندي احلى عطير احلى وردي. وين وردي انت؟ يا عمو انت متزوج؟ لا انا مطلق جوفي غلط. ولك تروح دوا 65 ده. انا دكتور بعلم النفس. بتجيك بنوتة تروح فدوا عطراي لها. ابوني وانا كيف وانا انت وردة. ولك عمو اعطيك بيها التعبيس يا عمو. يا عمو يا عمو. ابو سالم اريكم مالك شوية لانه في واحد يريدنا اشتري قطر. لا والله اخر عمري اساعد بليز. يلا منك. اوكي. كيف جبت منك؟ نتفهم كيف؟ يا عمو يا عمو شكرا يا ابو سالم. يلا بينا. يا عمو انت بديت الله يبعد عمي يا عمو غدفري يا عمو. في لك يخرب بيتك يا عمو. انا بنغالي شغل في عمان، كم سمسم شغل ما في تعبان، شغل سمسم انا ما في ندمان، كهرباء ماي كله فنان، اتصال انا 2 دقيقة في جام، انا خلص شغل انت اشرب شاي، برايس ميشن انا ما في هاي، كل شي معلوم كله نافر جاي، سيارة صلاة، سفينة صلاة، بيت صلاة، طيارة صلاة، انت صلاة، كل شي صلاة، انا معلوم كله نافر جاي، هو معلوم كله نافر جاي، انا معلوم كل النفر جاي كل النفر جاي كل النفر جاي. الكرام، وردنا هذا الخبر العاجل بأن إجابك السؤال الثاني في الاختبار كان الخيار الثالث. السلام عليكم أخوي، حكس لي عدة كرباء أخرى من ذي البلاد. حاضرين طيبين. باسم من؟ سعيد. سعيد بالأس ولا بالسي؟ معكم سالم منحوس والخل مخصوص. كل يوم احب كذا اقوم في صباحي اتجهز واتزهب عشان اروح الدوام. اول ما اطلع من البيت على اول خطوه صباحيه تنشرخ نعالي، ادور ولبط ما حد غير نعال ميري. هي الحل، البسها واروح الدوام وانا مرتاح. اشغل السياره دقها سلفه دقها سلفه ما تشتغل، مو اسوي بها. التاكسي موجود. عمي توصل روي؟ هي نعم اوصل روي. السياره متروسه هنود. اضطر ها هذه الحاله. اول ما وقفني التاكسي راحت علي الدهشه. عاد كيف الحقه؟ اضطر اني ادخل العماره والحقه من الصوب الثاني، شايب قدامي شايب وراي، اضطر اسوي حركه تشاكي كان وقح من الدرج وتعورت. اول ما وصلت مصارع ما مسعف، نعم قامي كسرني وضربني وعفنه، لكن متفائلين بالخير الحمد لله. سلام الوحش الله يسلمك ان شاء الله. وهذا اللي صار. وعبد القادر يا ابو علي.